مكان البديع ده ان احنا نبقى في قلب نيل اسوان عشان اوريكم المناظر الحلوة. اخترت مكان جميل لاني معايا ضيوف جمال، فلازم احط الشخص المناسب في المكان المناسب. معايا مخرج انا بشوفه هو هيكون من اهم المخرجين اللي جايين للسينما المصرية الفترة اللي جاية، وبفتكروا سجلوا عليا الكلام ده. معايا ابداع مصري، معايا فنان بيحب الفن بجد. كنت معاه في دبي وما كنتش اعرفه خالص، اتعرفت عليه في دبي لما فيلمه كان مشارك اخضر يابس في المسابقه الرسميه الفيلم المصري اللي كان مشارك هناك، وشفت فيه مبدع وقلت يمكن انا متحيزه عشان انا مصريه ومتحيزه لمصريتي والفيلم المصري اللي جوه المهرجان، واقفه مع فيلم بلدي والجو ده. ولكن لقيت احساسي صح، ان في نهايه المهرجان بكل الاستفتاءات خد احسن مخرج، وده كان رأي كل لجنة التحكيم اللي جايين من جميع أنحاء العالم. فحسيت إن أنا مش براهن على مصريتي بس، لا أنا فعلا كان عندي حق إن أنا رهنت على مخرج مبدع جاي الفترة الجاية للسينما المصرية. سعيدة أكتر إن هو الفيلم المصري الوحيد النهاردة اللي بيشارك في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، ويمكن كان المهرجان عنده مشكلة كبيرة إنه مش لاقي فيلم بيعبر عن مشاعر المرأة وقضايا المرأة، ولكن هو طلع الفيلم الوحيد، ومبسوطة إنه بيتعرض في أجمل مكان في مصر في بلد الحضارة أسوان، وعشان يتحسب له إنه بينطلق من الحضارة لإنه يكمل المشوار. محمد حماد المقدمة طويلة بس انت تستحقها، وسعيدة بوجودك معايا النهاردة وبقولك منورني. وطبعا مخرج نجمة العمل هبة علي منوراني، انت ما كنتيش معايا في دبي بس مبسوطة ان انت معانا النهاردة. مرسي مرسي جدا لحضرتك. وبيقولوا ان لما بيبقى في عمل ناجح بيبقى في جنود ورا العمل ده، مش قدام الكاميرا، ولكن الجنود دول هم اللي بيبقوا الدافع للعمل ده يحقق نجاح. خلود يعني بحييكي على مجهودك الكبير وعلى ان انت الجندي المجهول ورا نجاح فيلم اخضر يابس اللي ان شاء الله هيحقق نجاح كمان في مهرجان اسوان. انا متشكره بوسي ان انت بتدعمي الفيلم وانك مصدقه في الفيلم، ودي اهم حاجه. انا مصدقه لان عايزه اقول لكم يا جماعه برضو هنعيد الكلام تاني اللي قلناه في دبي. الراجل ده باع كل ما يملك علشان يعمل الفيلم ده بمجهود شخصي. الراجل ده نزل عيلته واصحابه واهله يمثلوا علشان يوفر اجور الممثلين. اتحمل حاجات كتير ما يتحملهاش حد في الزمن ده في السينما، اللي كل واحد بيلعب على المضمون وكل واحد بيدور على الملايين وكل واحد بيدور ياخد كام مش يدي للفن ايه. هو عمل ده وعمل فيلم، سافر مهرجانات دولية كتير هو هيقول عنها دلوقتي، وحقق بيها نجاحات. وان شاء الله الفترة اللي جاية، حتى لما بحكي لمحمود حميدة عنه قال لي انا متحمس له من اول ما شفته في فيلم تسجيلي كان عامله، كان اول اعماله صح؟ كلمني بقى عن بداية الفيلم التسجيلي والتحمس اللي انت عملته لهذا الفيلم الروائي الطويل. اول حاجة بشكرك طبعا على المقدمة الفظيعة دي يعني، وجميلة جدا يعني، الواحد حاسس ان هو يعني خجلان بس وفي نفس الوقت مبسوط يعني. اول حاجة انا عايز اقول ان طاقم الفيلم اخضر يابس ده وتتويج يعني لمشوار طويل ابتديناه كطاقم عمل مع بعض من ساعة ما كنا بنعمل افلام قصيرة يعني، انا ومحمد شرقاوي مدير التصوير وشريكي في الانتاج، هو مش موجود معانا النهارده بس هو يعني اكتر واحد متحمس للي انا بفكر فيه وبنشتغل مع بعض على طول. بدأنا بفيلم قصير اسمه سنترال، وهو يعني في ناس تحمست له كتير قوي رغم ان هو عرضه في مصر ما كانش كتير. وبعد كده عملنا فيلم قصير تاني، قلنا نكرر التجربه تاني اسمه احمر باهت.
واحمر باهت ده هو انت كان انت ليك في الالوان اخضر يابس احمر باهت. انا شايف ان الالوان عامله زي المزيكا كده يعني بيوصل معناها من غير ما نرغي كتير، الاحساس بيوصل على طول، يعني ليها دلالات كتيره قوي ومشاعر كتيره قوي بتوصل من غير ما نتكلم. يعني هو اخضر بي 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 بيحيل معاني كتيره جدا، احمر بيحيل معاني كتيره جدا، وبالنسبه لاخضر يابس انا حسيت ان انا يعني بشوف ان الحياه لونين، ما بين الاخضر واليابس، ما بين البراءه والنقاء والخصوبه، وما بين لحظات احيانا بتبقى خشنه وقاسيه وصعبه، وهي الحياه كده اكيد. فهو بيعبر عن الحياه، وكمان بيعبر عن حياه بنت اسمها ايمان اللي هي هبه علي اللي تعبت معايا جدا طبعا في الفيلم ده، يعني هي واسماء خدت اجر ولا برضو زي عيلتك كده برضو بلوش هي تساليها بقى هي في الموضوع ده. احنا اجرنا اللي حصل في الفيلم، يعني توفيق ربنا والمهرجانات ورأي الناس اللي شافوه، ويعني ده اكبر اجر يعني بوسي بجد. يعني بتهيألي لو الواحد كان اخد اجر فلوس ما كانش هيحس بفرحة الحاجات دي طبعا. وده اللي انا بقوله، اللي بيحبوا الفن بجد قليلين في الزمن ده، فانت محظوظ ان معاك ناس كلها بتحب الفن. يعني كمل لي بقى اخضر يابس. يمكن احنا في مهرجان افلام المرأة، وعايزة اقول للناس ان مش لازم يكون المخرج او الكاتب او كده امرأة عشان يدخل في المسابقة الرسمية، ولكن مضمون الفيلم هنا بيلعب على مشاعر المرأة اللي بقت هي الراجل دلوقتي، المرأة اللي هي متحملة مسؤولية نفسها، اللي عايشة لوحدها بتعمل كل حاجة لنفسها، بقت هي الراجل والست في قلب البيت. أزمة البنت اللي عايشة من غير أهله، بيجي لها عريس وعايزة يبقى في ولي أمر ليها، عريسها يجي يطلبها منه، هي دي الأزمة الحقيقية، أزمة الظهر والراجل والسند للمرأة. ومع الأسف احنا بقينا في زمن المرأة بدون سند، وبقت هي سند نفسها. اخترت المشاعر والأحاسيس دي ليه تلعب عليها؟ اوكي. انا يعني عايز اقول لك حاجه، انا تكويني شويه من وانا صغير كان في نقطه خلتني شويه اقرب لتفاصيل المراه او اقرب لتفاصيل الستات. يعني انا ليا 3 اخوات بنات، والدتي، وكنت عشت فتره مع جدتي، فبقينا والدتي وجدتي و3 اخوات بنات، وعندي 4 خالات وكانوا كلهم عايشين معانا. انت ولد وحيد؟ وانا كنت ولد وحيد. كان والدي ساعتها مسافر، فكنت ببقى معاهم اكتر. ومن ناحية تانية خالي كان عنده مصنع، والمصنع كل اللي بيشتغلوا فيه بنات، وانا كان ليا تصريح معين ان انا اخش المصنع ده واقعد في وسطهم بسبب صغر سني. يعني الحاجات دي افتكر ان انا لما بقعد احلل دلوقتي ليه انا بقيت اخد بالي من التفاصيل دي او 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 براقبها بشغف، يعني اعتقد ان ده كان ليه تأثير. والحاجات دي كلها بقت مخزون ده دلوقتي بيطلع في افلام يعني بدون وعي، يعني بيطلع لوحده. فانت عارفه المخرج هو مراقب محترف للحياه، فانا شغفي بمراقبه التفاصيل اللي من النوع ده، تفاصيل. من ناحيه تانية انا شايف ان احنا مجتمع الاغلبيه فيه دلوقتي ستات حقيقه، وهو فيه المراه دلوقتي مش مراه بس، مراه معيله، مراه بتتحمل المسؤوليه. انا شايف ان هي السند والظهر، يعني هو يقال انها محتاجه السند والظهر، لكن في الحقيقه الواقع بيقول ان هي السند والظهر. يعني وده من الحاجات اللي احنا يعني ممكن تكون مفارقات، بس هي المفارقات الواقعيه. انا بشوف ان المراه قويه جدا جدا جدا، وهي اكتر قدره على التحمل، وهي عندها خاصيه اختصها بها ربنا، يعني انها تقدر تفكر في حاجات كتيره جدا مع بعض، وتقدر تقوم بمهام كتيره جدا مع بعض، وده حاجه مش متوفره حتى في الراجل. يعني المراه الدراما بتاعتها بتستهويني اكتر، وبحس انها اقوى بكتير جدا لاسباب كتيره، حتى فسيولوجيا، حتى في يعني علاقتها بنفسها، علاقتها بجسمها، علاقتها بشكلها، في حاجات كتيره جدا بتستفزني دراميا. احنا عندنا ايمان في الفيلم ده، هي شخصيه ابدا ما هياش عندها حاجه يعني بارزه او ظاهره او هي مختلفه، هي شخصيه عاديه جدا زي ملايين البنات اللي احنا بنشوفهم كل يوم في حياتنا، في وسائل المواصلات، في اماكن العمل، في الشوارع، في الاسواق. ولكن هي
الشخصيه اللي احنا بنشوفها ما فيهاش اي حاجه استثنائيه دي او شخصيه عابره ممكن تمر قدام عينينا وما ناخدش بالنا منها بتتعرض لموقف وضغط كبير جدا جدا في لحظه ما، اللحظه دي بتبين قد ايه هي قويه او قد ايه هي عندها مسؤوليه او قد ايه هي بتعمل فعل او 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 موقف او رد فعل كبير جدا 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 بالنسبه للمتوقع منها، وهكذا المرأة في لحظات معينة هي هتبان أقوى بكتير جدا مما تتخيل، كائن البسيط اللي بيمشي جنب الحيط دوت وبتاعه في لحظة بيبقى فوق جدا مستوى توقعاتك. ده اللي كان بيحركني قوي في الفيلم، قد إيه ممكن الشخصية تبقى على غير ما نتوقعها. قول لك إيه يا مان؟ ما تشوف يا عمك أشرف. هو رجع من السفر. وأنت ما رحتيش زرتيه ولا إيه؟ أنا ما أعرفش إنه رجع من السفر أصلا. ده راجع بقاله حوالي اسبوع دلوقتي. انا من رايي تاخدي بعضك وتروحي تزوريه، عمنا تسلمي عليه ومنها تشركيه في موضوع نوح. راجل فاضي اليومين دول ممكن يفيدنا كتير. خلود انت بره الموضوع ولكن شايفاه بقى كامرأة، هل فعلا قدر يعبر عن مشاعر المرأة؟ بصراحة مش عشان تحيز بس انا اصلا كنت اسمع عن افلام محمد من قبل ما اعرفه اساسا، يعني كنت من معجبين للافلام بتاعته وكنت اسمع واقرأ يعني اخبار. انت معجبة واتجوزتي؟ ده حقيقي. طب حلو، ده انا احب القصص القويه دي. عشان كده انت بتدفعيه دايما، وانا بقول اذا هو عظيم فوراء امراه هي اللي بتدفعه يعني. بس هو يعني ما ينفعش اقول كده، بس هي دي الحقيقه. هو فعلا شخصيه موهوب وعنده حاجه حقيقيه، وبالدليل ان هو دايما بيخرج بيفكر بره الصندوق طول الوقت. هو بيحب السينما فعلا وبيعمل ده بدافع من جواه ومصدقه. يعني طبعا انت بقى المراه اللي بيعبر عنها من خلال الفيلم والشخصيه. الدور لما جالك وده اول عمل ليكي، شفتيه ازاي وانت بطله العمل ده وخريجه تجاره انجليزي وما انتيش خريجه المعهد ومعاكي مخرج برضو في بدايه مشواره؟ يعني شفتي العمل ده ازاي وازاي قدر يوجهك ويخرج طاقتك في الفيلم؟ بصي، هو اول حاجه يعني دي كانت الحاجه اللي في صفي انا الايجابيه، ان انا اعرف حماد اصلا من قبل ما نتكلم في الفيلم بسنين. يعني كان مثلا بقالنا 4 سنين اصدقاء يعني، فانا برضو يعني شفت افلام حماد وبنتقابل بقى في حاجات مختلفه، يعني سواء في حاجات ليها علاقه بشغل مثلا يجي لنا لوكيشن او كده، ان انا اصلا كنت بشتغل مساعده مخرج. هو رشحني للفيلم ازاي؟ كانت في قعده دردشه، يعني هو ما صدمنيش، هو من معرفته بيا عارف انه يعني الحاجات تيجي خطوه خطوه علشان ما يبقاش في ردود صادمه او تسرع او انا اخاف فاتسرع في الرد. طبعا انا يعني لو من اكتر الحاجات اللي هبقى اتعلمتها من حماد قد ايه لما بيحب حاجه يحطها في دماغه هيعملها. فقعدنا وحكالي الحدوته، حكاها لي في شكل حدوته حتى، وبعدين ابتدى يسالني عن شخصية إيمان، طب وإيه رأيك في كذا، طب حسيتي بإيه في كذا. طب بعد دردشة أخذت ساعات طويلة، الحقيقة أن بيتخلل الدردشة دي موقف بالنسبة لي كان وقتها مش فاهماه، أنه مدير التصوير شرقاوي صديقنا، إحنا كنا في بيته، هو كان طول الوقت بيصور بس أنا متخيلة كل اللي في بالي طبعا قمة الكوميديا أن شرقاوي جاب كاميرا جديدة وبيجربها. ده الفيلم ده كل يا ريت طلع ده الفيلم، طلع هو يعني بيصورني انا، يعني هو اتفاق لك تست حماد حاجه زي كده. وبعد كده قال لي في الاخر خالص، في اخر القعده خالص، قال لي طب حماد انت هتعمل الفيلم ده؟ قال لي طب انت عايزني في كرو الاخراج يعني؟ اي لا مش عايز حد في كرو الاخراج. قلت له طب ايه؟ قال لي ما عارفه ايمان اللي في، قلت له بطله الفيلم. قال لي ما هو انت ايمان. طبعا رد الفعل كان يعني شويه مش فاهمه على شويه عايزه بقى اقول ردود كتير قوي بسرعه والحق نفسي، ما قلتش حاجه خالص. كله قلت له انا ايمان. مين 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 ايمان؟ انا ايمان. قال لي قلت له ايمان صاحبه الحدوته كلها يعني. قال لي بعدين قال لي روحي خلاص احنا دردشتنا خلصت، قعدتنا خلصت، هشوفك بكره 6 المغرب.
طيب روحي وهشوفك بكره 6 المغرب عشان تهدي بقى. يعني اللي هو عايز يقول لي مش عايز اسمع اي ردود يعني، واللي هو برضو يعني جواه كده انت ايمان ما تحاوليش. فروحت فعلا، هو بقى كلمني بعد ما وصلت بنص ساعه، هبة احنا ميعادنا بكره الساعه 6 عند شرقاوي، هنعمل بروفا بس خلاص. هو ده يعني ده الامر الواقع. بصراحه يعني ما ترددتش قوي، كان عندي اسباب كتيره مقنعه بالنسبه لي. احسن حاجه في الدنيا ان انت بتبقي مصدقه في البني ادم اللي بتشتغلي معاه، فحماد كبني ادم انا حد بحبه جدا واحنا اصحاب جدا، ممكن اقعد اتكلم معاه في حاجات كتير جدا. من الناحيه الفنيه حد انا بحترم شغله وبحترم دماغه وبحترم عنده اصراره في شغله. الحاجه الثالثه اعتبرتها تجربه، انا كل اللي عندي فيها اقدمه ان انا احس بيها، احس بيها وهو هيديني بقى الجايد او يعني هيظبط الدنيا. بصراحه ده كان حمل كبير جدا عليه، لانه ده كان اعتراف مني ليه، وهو كان يعني مش هقدر امدح فيه اكتر من كده بصراحه. احنا كلنا جايين نمدح فيه عشان هو يستاهل المدح دوت. وعايزه برضو اقول يمكن بعد بقى العرض ده وبعد المهرجانات الدوليه الكتير اللي سافرتها، لقيت بقى منتج يتحمس لك وينتج لك، ولا لسه هتبيع اللي فاضل بقى بعد كده في الفيلم اللي جاي، ولا ايه الموضوع يعني؟ بصي انا يعني احنا مفتوحين جدا جدا لاي حد عايز يشاركنا في تجربتنا دي، وممكن يتحمس فيها ليها ويحس ان هو كمان بيجرب معانا وبيغامر. انا رايي ان الفن مغامره، وفي جزء كده من المجازفه هي اللي بتستفزني. يعني التحدي هو اللي بيخليكي حاسه ان في حاجه تصري وتعندي عشان تعمليها، زي انت في شغلك كده، انت بحسك على طول بتصري وبتعندي، ده الحاجه المحفز بتاعي. فانا لو في منتج مستعد ان هو يبقى برضو بيغامر ويتجنن شويه ويطلع بره المعتاد، وخلينا شويه كده نخرج بره السياق، يعني انا هكون يعني متحمس جدا لده يعني، وحس ان احنا يعني قدرنا ان احنا يعني نسحب كمان ناس معانا. فده بدا يحصل مؤخرا، يعني في ناس بتتكلم ويعني مش عايز اقول اساميهم يعني، لكن متحمسين وحاسين ان التجربه دي تستاهل ان احنا نشتغل معاهم، وعندهم صيغ احنا ممكن نشارككم، احنا ممكن ننتج اصلا الفيلم، ممكن اشتغلوا بطريقتكم واحنا هنوزعه. الصيغ كتيره، وبالنسبه لي المهم ان احنا في الاخر نعمل فيلم. يعني خلي الاهداف تبقى واضحه كده. احنا في لحظه في مصر انا شايف انها مواتيه جدا جدا للعمل. طبعا ده وقت العمل بصراحه. عبر عن نفسك بشغل وخليك صريح في ده، وحط قدامك حلم واعرف ازاي هتنفذه. ولازم تكون حلمك مش بس في السماء، يعني لازم يكون واقف على ارض صلبه وعارف ازاي كيفيه تنفيذه. وده جزء من الواقعيه، رغم ان الفن اصلا طول الوقت انت مش عايز تقفي على الارض، بس في جزء لازم تقفي على الارض. فانا شايف ان اللحظه دي مواتيه، يعني خيالك حققه، لان مفيش وقت. واعرف ان الوقت قصير قوي، ولو ضيعت وقت الخيال ده ممكن خلاص الحماس ليه ينتهي، واحيانا بتحبط وتحس عدم الجدوى، بس انت بتكون مسؤول عن ده لان انت اتاخرت. فده الطاقه اللي احنا طالعين بيها دلوقتي، والطاقه اللي ممكن يكون اي منتجين او موزعين احنا مصدرينها لهم. كده احنا ناويين ان احنا نشتغل، وانا بقى تكتب اصلا فيلم. جائزة أحسن ممثلة، وتحمل أيضا اسم النجمة سعاد حسني. يسلم الجائزة المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، فليتفضل. The prize for best actress, which carries also the name of the great Saad Hosni, goes to and it's given by the Egyptian director Mr. Omar Abdel Aziz. Best actress goes to Hiba Ali, Egypt, Weathered Green. Akhdar Yabis, Masr. Hiba Ali, Masr. Film Akhdar Yabis, Masr. Hiba Ali. هذه الجائزة مقدمة من الفنانة الجميلة نجلاء فتحي، وقيمتها 10,000 جنيه.
the prize is given from the great actress نجلاء فتحي 10,000 Egyptian pounds. تحية كبيرة للنجمة نجلاء فتحي. وجائزة أحسن ممثلة لفيلم أخضر يابس وهبة علي، بقول لك ألف مبروك، أول عمل وجائزة، يعني ده حاجة جميلة جدا يعني. دي حقيقة فعلا، إنه يعني أول عمل أعمله سينما أخد فيه جائزة، وجائزة أحسن ممثلة من مهرجان أصوات مهرجان المرأة وللمرأة، دي يعني مش قادرة أوصف لك سعادتي. أنا بهنيكي بجد يا هبة، وعايزة أقول إن يعني أنا من الناس اللي بدعم فيلم أخضر يابس، وعايزه اقول هي عامله دور روعه، هي كانت مساعده مخرج وفجاه المخرج قال لها انت هتبقي بطله العمل، والدور كله بيقوم على حدوته لامراه وسن الياس والعنوسه وعدم الزواج، وقدمتيه بعبقريه شديده جدا من غير مكياج، من غير البهرجه يمكن الشكل الخارجي للنجمه، كنت بسيطة جدا، وكنت زيك زي كأن بتعملي حاجة في الحقيقة مش بتعملي دور. فعايزة يعني بتقولي لي أصعب حاجة واجهتك في الدور ده اللي وصلتك للجائزة. أصعب حاجة بالنسبة لي في الدور ده إن أنا كنت أبقى هبة تبقى إيمان، عشان أعرف أوصل للناس اللي إيمان حاسة بيه والظروف اللي هي بتمر بيها وإحساسها كان عامل إزاي بالتغيرات. طبعاً هيك شفتي الفيلم وعارفة بيحصل لها تغيرات، هي يعني بتكون صادمة بالنسبة لها، فكانت أكتر حاجة بالنسبة لي إن أنا أحس بالهي فيه، مش أقراه مش أحفظه مش أذكره، أحس بإحساس إيمان عشان الناس تحس بيه. كان في مشهد جريء، ويمكن جريء وصعب المشهد الأخير، وده في ناس ما استحملتوش وفي ناس علقت عليه وكان جدال. المشهد ده عملتيه ازاي واستوعبتيه ازاي وقدمتيه ازاي بالجرأة دي؟ بصي احنا مش هنحرق المشهد قوي ده، طبعا مش هنحرقه، بس احنا بنقول انا هقول لك حاجه. اشتغلت عليه ازاي؟ انا اشتغلت عليه كتير جدا انا ومحمد حماد، والحقيقه يعني الجائزه دي لمحمد لانه هو خد جائزه احسن اخراج في دبي، فمن حقك ان انت تاخدي جائزه احسن معايا. وانا فعلا تعبت، بس هو حقيقي كان في ظهري، كان بيدعمني جدا، كان مصدق فيا. فاحنا كنا بنذاكر كل مشهد لوحده بكل حاجه تخصه بالحاله بتاعته. الحقيقه ان المشهد ده اخد مننا شغل كتير قوي وتعب كتير، وقعدت ابقى معده ليه نفسيا فترات، وحتى حماد كان بيأجل تصويره لحد ما يختار الوقت المناسب اللي انا اكون فيه فعلا مؤهلة ان انا اصوره دلوقتي، لان هو الحقيقة اثر عليا انا شخصيا كهبة بعد ما خلصنا التصوير والبعدها بفترة. وماذا بعد الجائزة بقى؟ وماذا بعد الجائزة؟ اتمنى من كل قلبي ان انا اجرب تجربة التمثيل تاني وامثل تاني، لاني انا استمتعت جدا وتعلمت كتير قوي، وما كنتش متخيلة انه قد كده ربنا هيكرمني فعلا، بانه على قد ما بنتعب على قد ما ربنا بيدينا، وعلى قد ما بنصدق ونحب اللي بنعمله فعلا ربنا بيعوضنا. التمثيل اسهل ولا الاخراج؟ الاتنين صعبين. الاتنين صعبين قوي، والاتنين بتستخدمي فيهم عقلك وقلبك ومشاعرك وتركيزك. يمكن التمثيل بس في حتة انت اللي بيشوفك الجمهور، انت اللي بيصدق ملامح وشك او لا، انت اللي بيستوعب اللي بتعمليه ده وحاسس انه من قلبك ولا انت اللي بتتصنعي عليه، هو ده الفرق، انه انت اللي في الوش. لو جالك عملين الفتره اللي جايه، عمل كمخرجه وعمل كممثله، هتختاري اني؟ والاثنين لازم تختاري واحد منهم. اختار واحد منهم اللي احبه اللي احسه. لو الاثنين حسيتيهم هتضحي بمين عشان مين؟ ده سؤال صعب قوي. اعتقد هتضحي بالاخراج من اجل التمثيل، يعني اللي ده حلاوه التمثيل والنجوميه والشهره والجوائز ورد فعل الناس ليه، لان يعني انت شفتي رد الفعل في الندوه على طول. ومن النجمات لما هنوكي، فانت واخدتي الجائزه النهارده، فبيبقى رد الفعل بتاعه اسرع بكتير من انك تحسي بالمخرج. يمكن شويه اللي قدام الكاميرا هم اللي بياخدوا السوكسيه اكتر يعني. هو يعني ده كلامك فيه جزء كبير صح جدا، بس في الاخر هو مين اللي بيصنع كل ده؟ اللي عمل ده كله ازاي قدر يربط الحاجات دي كلها
يعني هو المخرج بيتعب قوي قوي، يعني مش عشان انا بشتغل كنت في نفس القصه لا خالص، بس انت عندك حق ممكن اوقات تحسي انه العائد اسرع في التمثيل احتمال، بس الاخراج له حاجات حلوه قوي برضو. انا الاثنين بحبهم قوي، اتمنى ربنا ما يحطنيش في الامتحان ده بصراحه. انا بتمنى يجيلك ادوار تمثيل لان احنا كسبنا ممثله شاطره، ويمكن الستايل بتاعك مش موجود دلوقتي على الساحه، فاعتقد ان هيبقى مكسب لينا. هتهدي الجائزه بتاعتك لمين النهارده؟ لو اقول لك ان الجائزه دي لو تتقسم 1000 جائزه ههديها لناس كتير. انا قلت لك قبل كده في لقاء ان انا مش بحب قوي كلمه حظ، بس انا فعلا محظوظه بكميه الناس اللي وقفت في ظهري. يا بوسي جوزي استحمل حاجات كتيره جدا في ظروف التصوير، ابني، انا عندي ابن صغير عنده 7 سنين، حماد وخلود، كل كرو الفيلم، كل الكرو كله الناس دي كانت بتعمل لي كل حاجه من قلبها كان هم انا. مامتي حبيبتي ربنا يديها الصحه وطوله العمر، كان نفسي قوي ان هي تشوف الفيلم لانه كانت هتتبسط، ولان هي كانت رافضه ان انا اخش معها السينما على فكره. والله بس اقول يعني ان شاء الله دلوقتي بقى ان انت غيرت وجهة النظر ديت، وان السينما جميلة والسينما هي الحياة أكيد، والسينما هي الجوائز وهي حاجات كتير حلوة في حياتنا يعني. فالحقيقة انه الناس دي كلها وقفت في ظهري ودعموني جدا، وبشكرك قوي لانك قلت لنا يا رب تاخدوا الجائزة وانا وراكم لحد ما وانا سعيدة يعني. هو الحمد لله طلع وش حلو عليكم واخدتوا الجائزة المرتين، مرة في دبي ومرة في مهرجان أسوان. كلمة أخيرة من جائزة أحسن ممثلة، الجائزة المصرية الوحيدة في مهرجان أسوان، لكل مشاهدينا على قناة المحور، هتختمي أنت بيها دلوقتي، هتوجهيها لمين وهتقولي إيه؟ الحقيقة أنا هوجهها لكل حد عنده حلم. الأحلام مش غلط ومش صعب تحقيقها، بس احلم، حب حلمك، صدقه، اشتغل عليه، والباقي ده أكيد ربنا هيعوضك. ومرسي مهرجان أسوان على جائزة أحسن ممثلة. امسكي بقى الجائزة كده وفرحي بيها. هبة علي، جائزة أحسن ممثلة مهرجان أسوان لأفلام المرأة. شكرا ليكم، شكرا لجمهور المحور اللي تابعنا، شكرا على كل المجهود الكبير لزمايلي اللي ورا الكاميرا اللي بذلوه علشان توصل لكم الرسائل يوم بيوم. شكرا المخرج عمر زهران، شكرا المهاب، شكرا مديرين التصوير، شكرا سمير فقيه، شكرا مهرجان أسوان، شكرا محافظة أسوان وأهل أسوان على الحب والحفاوة والاستقبال الكبير. خلص المهرجان وخلصت الفعاليات ووصلنا للختام، لكن رسائلنا ليكم هتفضل مستمرة ومهرجاناتنا هتفضل مستمرة. عندنا إن شاء الله المهرجان الجاي هيكون في شرم الشيخ، والمهرجان اللي بعده إن شاء الله في الأقصر. هنلف معاكم ومع المحور كل المحافظات، هننشط السياحة وهنشوف السينما وهنشوف المهرجانات، ودايما معكم في كل مهرجانات مصر. فوسي شلبي.